السيد الرئيس المحترم، اسمحوا لي في بداية إسهامي المتواضع في هذا اللقاء التواصلي الهام والذي تفضلتم بعقده وتنظيمه، اسمحوا لي أن أسجل بأنني قسيم ما ذكرتم وما جاء في كلمتكم الافتتاحية، أضيف عليه طبيعة الحال تأكيدنا كمجلس المستشارين باسم رئيسه وباسم كافة مكوناته من مختلف التلوينات والمشارف السياسية والنقابية والمنظمات المهنية والغرف المهنية، نؤكد انخراطنا التام يدا وروحا وإرادة في كل ما من شأنه الدفاع عن الثوابت والمقدسات لهذه المملكة العزيزة، وكل ما من شأنه صون كرامتها وسيادتها واستقلالها وحريتها. هذا موقفنا الدائم والثابت، نحن ومجلس النواب في خندق واحد، تلفنا راية واحدة وتخفرنا نفس الثوابت والمقدسات، طريقنا واحد وزعامتنا واحدة، مولانا المنصور بأمر الله أمامنا ونحن من ورائه في سبيل تحقيق الأهداف العليا لهذا البلد العزيز. السيد رئيس المحترم، معشر السيدات والسادة، موضوع أو طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية الأوروبية والبرلمان الوطني المغربي هي علاقة في تقديري مركبة ومعقدة، دعوتمونا للحديث عنها، فدعوني أقول لكم بعيدا عن كل المقدمات الصالحة لكل موضوع، وانطلاقا وتأسيسا على تجربة متواضعة وانطلاقا من احتكاك بخوانق وأجراف المؤسسة التشريعية من خلال اللجنة البرلمانية المختلطة لفترة تزيد عن 10 سنوات، أرى بأن البرلمان المغربي لم ينعم بالهدوء في هذه العلاقة إلا نادرا، هي علاقة أشبه ما تكون بالرمال المتحركة على الربع الخالي، أشبه ما تكون بموج ببحر متلاطم الأمواج، حركة جزره ومده لا تقاس ولا توصف، هي علاقة يمكن أن توصف ببرميل بارود صحيح يغطيه رماد الخبل هبه ووهجه، ولكن رغم هذا السكون لم ولن يحول دون إمكانية الانفجار والاشتعال في أي لحظة. المكاسب سيد الرئيس، دعوني أذكركم بما لا تجهلون، كل المكاسب الدبلوماسية والمكاسب الاقتصادية وكل ما جنيناه من وراء هذه العلاقة على مر السنين لم تكن مكاسب سهلة، ولم تكن دقيقا أبيض منخول أو عسلا سائغا بالنسبة للمغاربة، بل كانت مكاسب صعبة، مكاسب كانت تنتزع بفعل المجهود المضاعف، المجهود الكبير والجبار المبذول من قبل الجانب المغربي. ربما كان لهذا الوضع ما يبرره في السابق بطبيعة الحال، ولكن اليوم الأمور تغيرت، والكفة التي كانت مرجوحة أصبحت تعدل الكفة الراجحة. سيد رئيس المحترم، ذكرتم في معرض كلمتكم القيمة بأن البرلمان المغربي اجتمع بغرفتيه في جلسة مشتركة بطعم وطني وبصبغة وطنية وبنكهة وطنية، هذه الجلسة التي تعد صداها ومداها جدران هذه المؤسسة المحترمة والموقرة، وقررنا السيد رئيس المحترم في بيان عظيم المعنى قوي المبنى، قررنا مراجعة المبدأ العام، وأظن بأن هذا القرار ودون الغوص ودون الخوض في تفاصيله هذا قرار موضوعي، لم يكن لحظيا ولم يكن عاطفيا، حتى وإن كانت درجة الانفعال قد تطورت داخل هذه الجلسة المشتركة، وهذا طبيعي جدا بالنظر إلى هذا الموقف الذي عبر عنه البرلمان الأوروبي، موقف سخيف وبائس، وبالنظر إلى هذا السلوك الأرعن غير المحسوب العواقب بطبيعة الحال. إذن قرارنا أؤكد بأنه كان موضوعيا مؤسس على تشخيص موضوعي، استحضر الأحداث، استحضر المحطات، استحضر بطبيعة الحال المواقف التي أبانت التجربة بأن المملكة المغربية تعرضت فيها لظلم بين وجلي، حيث التقت وتلاقحت ريح الحقد الآتية من الشرق مع رياح الشمال لتمطر وابلا من الأكاذيب والافتراءات المضللة
الهدف في ظاهرها وفي باطنها. هاد الناس ما كيحشموش، لا يعرفون معنى لحمرة الخجل. الهدف في ظاهرها وباطنها بطبيعة الحال هو تركيع المملكة، هو النيل من عقيدتها التنموية، ولكن هيهات منا الدلة السيد رئيس المحترم. أؤكد دعمي لكم السيد رئيس باسم السيد رئيس مجلس المستشارين، ونحن معكم في خندق واحد، والله الموفق والمستعان. شكرا السيد رئيس.